من جامعة النجاح في مدينة نابلس ومن على مسرح الأمير تركي بن عبد العزيز أعلن عن الفائزين بجائزة فلسطين الدولية السابعة للتميز والإبداع. جائزة هذا العام ركزت على فئة ذوي الإعاقة، حيث تم اختيارها حسب آليات ومعايير علمية ومنهجية وضعها مختصون في هذا المجال. أحيي المبدعين من أبناء شعبنا ومؤسساتهم الوطنية المتميزة الذين يحصدون اليوم هذا التكريم تقديرا لإسهاماتهم التي بها يتحدون كافة المعيقات والتحديات، فأنتم تظهرون للعالم أن شعب فلسطين سيبقى عصيا عن التدمير والاقتلاع. إن شاء الله ضلنا نستمر فيها طول ما احنا قادرين على الاستمرار. إن شاء الله ربنا ضل يوفقنا ساعد الناس المحتاجين بأي وضع من الأوضاع. رسالتنا إنه الناس يستمروا ويحاولوا يكونوا دائما أفضل، وهذول الناس إحنا بنحاول نعطي كمان الآخرين، بس كل سنة بنغير شوي، بس دائما بنحاول نساعد الأندر اللي مش محظوظين بالدنيا. 5 أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة فازوا بجائزة هذا العام. المعلمة إيمان الكرد حازت على المرتبة الأولى، أما السائدة جاد الله لم تمنعها الإعاقة من العمل على مدار 22 عاماً لتحصد اليوم المرتبة الثالثة في جائزة فلسطين الدولية. كل جائزة أصلاً تعطى بتعطي حافزين، الحافز المادي والحافز المعنوي، بس أنا بالنسبة إلي الحافز المعنوي له كتير قيمة، يعني بتعطيني ثقة بنفسي، بتعطيني إني أعطي كمان وكمان. يعني صح أنا أعطيت، أنا 22 سنة إلي عاملة، بس إني هذه بتعطيني دافع إني أعطي كمان وكمان، بتعطي دافع لكل ذوي إعاقة في المستقبل إنه ما يوقف لهدف يعني لحد معين. القائمون على الجائزة يرون أن الرسالة من الجائزة تأتي لدعم وتقدير المبدعين في كافة المجالات في مجتمعنا. رسالتنا هي أن المجتمع الفلسطيني فيه مظاهر إبداعية عديدة على مستوى الأفراد والمؤسسات وفئة الاحتياجات الخاصة. الكثير من مؤسسات وأفراد المجتمع الفلسطيني بحاجة دائما إلى تقدير واحترام، والكثير من المبدعين يجب أن يكرموا في مثل هذه الأحداث وهذه الاحتفالات. شعبنا الفلسطيني شعب مبدع، شعب قادر، لكن يجب أن يترك له المجال ليبدع ويزول الاحتلال لتنطلق إبداعاته. وعلى مستوى المؤسسات فقد حصلت مؤسسة الرؤية الفلسطينية على المرتبة الأولى لدورها في دعم الشباب المقدسي، كما فازت جمعية الياسمين الخيرية وجمعية عايشة لحماية الطفل والمرأة في قطاع غزة. طبعا هي تحفيز، ومش بس تحفيز وتكليف، هي تكليف أكتر لنا لأنه مسؤوليتنا بتزيد إحنا كمؤسسات للعمل مع الشباب، لأنه هذا بتعطينا أنه حافز ودافعية أكتر للعمل مع الشباب، وأنه دورنا كتير مهم في العمل المجتمع التنموي في فلسطين بشكل عام وبالقدس بشكل خاص، وبتعطينا أنه إنا دور مهم وأنه إحنا في إنا قيمة مضافة للمجتمع المقدسي. نحن عملنا بثلاث خطوات اللي اشتغلت عليها جائزة فلسطين للتميز والإبداع: بادر، تميز، أبدع. الحمد لله جاء الوقت اللي ناخذ الجائزة التميز والإبداع. في ناس في الوطن يقولوا يعطيكم العافية، شكرا لكم، احنا نتوجه لهم بالشكر. لكن اللافت هذا العام هو تكريم جائزة فلسطين الدولية للتميز والإبداع لدولة السويد لمواقفها ودعمها للقضية الفلسطينية، كما تم تكريم الأمريكي دون هاتشيون الأستاذ في مدارس لفرنس لما له من بصمة على صعيد التعليم في المجتمع المحلي. للسنة السابعة تقدم جائزة فلسطين الدولية للتميز والإبداع، جائزة باتت تشكل حافزاً لكل الفئات للمشاركة فيها سنوياً، لا سيما الفئات من ذوي الإعاقة والمؤسسات الشبابية والنسوية. من مدينة نابلس، فارس المالكي، تلفزيون وطن.